نشاهد الكثير من الظواهر التي تحدث يوميا على هذه الأرض كالرعد والمطر أو إلى ما غير ذلك، ولكن ما سنعرضه عليك اليوم أشياء قد تشاهدها مرة واحدة فقط في حياتك، أو على الأرجح لم تشاهدها على الإطلاق. دعونا ننطلق معا في رحلة بعيدة حول الأرض ونشاهد ظواهر لم نرى مثلها من قبل. ابقوا معنا. الغيوم البراقة. ظهرت غيوم غريبة وكأنها دوامة من الياقوت الأزرق في الأفق البعيد وفوق القطب الشمالي وغرينلاند. ظهرت وكأنها بحر يتموج في عباب السماء البعيد. يطلق على هذه الظاهرة اسم الغيوم البراقة أو الغيوم المتألقة ليلاً، لأنها لا تظهر إلا بعد غروب الشمس، حيث تنشر ضبابا أزرقا ناعما في الغلاف الجوي وخلال فصلي الربيع والصيف، عندما يبدأ الغلاف العلوي بالبرودة بينما تزداد درجات حرارة الغلاف الجوي المنخفض. هذه الغيوم ذات لون فضي أو وردي وأحيانا برتقالي مائلا إلى الحمرة، وتشاهد بوضوح في سماء الليالي المظلمة. وتشير الدراسات إلى أن هذه الغيوم تتركب من جزئيات دقيقة من غبار السماء أو من جزيئيات الجليد، ومن النادر جدا رؤيتها، ذلك لأنها لا يمكن مشاهدتها سوى في الأجزاء الشمالية من الأرض، وتحديدا في فصل الصيف عندما تهبط الشمس تحت الأفق بمقدار 15 درجة. وتدل القياسات إلى أن ارتفاع هذه الغيوم يتراوح بين 50 إلى 80 كيلو متر عن سطح الأرض، فتظهر وكأنها لوحة رسمت بريشة فنان عصري. فتبارك الرحمن فيما خلق. أعمدة الشمس. عمود الشمس أو الضوء هي ظاهرة ضوئية في الغلاف الجوي على شكل عمود رأسي من الضوء يمتد أعلى وأسفل مصدر الضوء. ينشأ هذا التأثير من خلال انعكاس الضوء على العديد من بلورات الثلج الصغيرة العالقة في السحاب أو الجو. تنشأ هذه الظاهرة من ضوء الشمس، وفي هذه الحالة تسمى بظاهرة عمود الشمس. والأمر الذي يدعو إلى التفكر أن هذه الظاهرة لا تتحقق إلا إذا كانت الشمس أصغر من الأرض، أي تماما كالسراج الذي يضيء البيت، أمر لا يفطنه إلا كل ذي قلب سليم. برق الأشباح. شواظ النار أو برق الأشباح هي ظاهرة تحدث خلال البرق، وتظهر على شكل شرار من النار الذي يضرب السماء وكأنه صياط ناري بحمم وشرار. معظم العلماء لم يصدقوا وجوده حتى عام 1989 عندما جرى توثيق هذه الظاهرة بواسطة كاميرات على متن مكوك يحلق في الطبقات العليا من السماء. فهذه الظاهرة تتشكل على ارتفاع 80 كيلو مترا، وذلك عندما يحدث اندفاع عظيم للبرق فيسحب معه الكثير من الشحنات في الغيوم القريبة من سطح الأرض، وتضرب المجالات الكهربائية أعلى الغلاف الجوي لها، فتتشكل هذه الظاهرة التي لا تستغرق أكثر من 20 جزءا من 1000 جزء من الثانية، أي إن هذه الظاهرة لا ترى بالعين المجردة إلا من خلال كاميرات فائقة الدقة، وفي حالات نادرة جدا شوهدت في العين المجردة قبل 100 عام من الآن. الشعاع الأخضر. الشعاع الأخضر هو اسم ظاهرة بصرية نادرة ومثيرة للاهتمام، حيث يمكن رؤية بقعة خضراء في الطرف العلوي من الشمس عند شروقها أو غروبها، وهو عبارة عن شعاع أخضر يحيط بالشمس ويستمر لبضع ثوان فقط، ينتج عن انكسار الضوء في الطبقات العليا من السماء، ويمكن رؤيته من أي ارتفاع كان، ولكن يجب أن يكون الأفق مسطح وغير محجوب كالمحيط والأرض المستقيمة وإلى ما ذلك، أي أن هذه الظاهرة لا يمكن أن ترى إلا إذا كان المستوى مسطحا، فلك أن تتفكر فيها جيدا وتعي الأمر وتستيقظ.
نيران قوس المطر ودرة السحاب. أطلق على هذه الظاهرة ذلك الاسم بسبب مظهرها، فهي تتشكل من بلورات الثلج بين السحاب حين تكون درجة حرارة الشمس أكثر من 58 درجة، فتتحرك البلورات الثلجية بسرعة كبيرة ويأتي انكسار الضوء عليها لتتجلى بذلك المشهد الرائع، فيظهر القوس وكأنه نيران تشتعل في السماء. هذا المشهد قد لا يراه إلا من يعيش بمنأى عن خط الاستواء، فبعيدا عن هذا المكان تظهر ظاهرة عجيبة أيضا تعرف باسم درة السحاب، التي تتكون قبل الشروق أو بعد الغروب لتعكس أشعة الشمس الخافتة في السماء، فتشكل لوحة فنية من إبداع الخالق سبحانه وتعالى. براكين أنتاركتيكا والأنابيب الثلجية. رغم كونها بيئة متجمدة منخفضة الحرارة، لكن هذا لا يمنع تشكل البراكين فيها، إذ يعتبر جبل إيريبوس واحدا من أكبر وأنشط البراكين في أنتاركتيكا، وهو مغطى تماما بأنابيب الثلج المتشكلة من البخار المتجمد الذي يندفع ويخرج عبر الثقوب، حيث اكتشف الباحثون ما يبدو أنها أكبر منطقة براكين على أرضنا، مكونة بشبكة مخفية من حوالي 100 بركان تحت الصفائح الجليدية، وبواسطة المسح عن بعد لمنطقة الصدع الغربي في قارة أنتاركتيكا وجدوا أراضٍ كبيرة لا تغطيها الثلوج. ولكن يبقى الاكتشاف الأعظم في هذا المكان أنها منطقة محاطة بجدار جليدي عظيم. المد الأحمر وغابة الأشجار الراقصة. في ظاهرة غريبة تنشأ من الطحالب الحمراء التي تجتاح الشواطئ بكميات كبيرة، مسببة تلون مياه المد باللون الأحمر، وتعتبر هذه الظاهرة خطيرة على حياة الكائنات البحرية لأنها ترتبط بانخفاض الأكسجين في الماء وزيادة كبريتيد الهيدروجين والأمونيا التي تعتبر من المواد السامة للكائنات الحية، مما يسبب هلاك العديد من الأسماك. وفي روسيا غابة عجيبة تتشكل فيها الأشجار بشكل غريب، حيث لم يتوصل العلماء بعد إلى تفسير نهائي لتشكل الأشجار بهذه الطريقة، لكن يعتقد والله أعلم أن السبب الخفي هو الطفيليات، في حين أن آخرين يعتقدون أن الرياح البحرية القوية هي السبب في اعوجاج جذوع الأشجار. وأما بالنسبة للسكان المحليين فيؤمنون أنها غابة مسكونة. شرار النار والخيوط الثلجية. ظاهرة غريبة تظهر على شكل شرار وكرات من النار على أعمدة سوار السفن والأبراج وأعمدة الصواعق وأحيانا في الحدائق المهجورة، وتحدث عادة أثناء العواصف. اعتقد الأوروبيون في العصور الوسطى أن هذه الأضواء هدية من القديس إلمو لتهدي السفن إلى طريقها وتعطي تحذيرات للبحارة، ولكن الحقيقة أن هذا الوهج ما هو إلا تفريق كهربائي متوسط الشدة يظهر في الجو على شكل نار مشتعلة ويبث وهجا يمكن رؤيته بوضوح في الليل. وفي فنلندا اكتشف رجل خيوط ثلج تبدو مثل الشعيرات على البحيرة بالقرب من منزله، ولا يعرف السبب الحقيقي لهذه الظاهرة، لكن يعتقد أنها تشكلت بفعل حركات الرياح والماء قبل ذوبان الثلوج الساقطة. شبح بروكن وكرات النار. ظاهرة غريبة اعتبرها البعض لفترة طويلة دلالة على وجود الأشباح، إذ يبدو خلالها ظل شخص عملاق تحيط به هالة من قوس المطر، لكن الحقيقة أن هذا الظل ما هو إلا ظل المراقب نفسه منعكسا على الضباب، لكن الضوء المنكسر من قطرات المياه الصغيرة زادت من هلع هذا الظل، وتعتبر هذه الظاهرة شائعة جدا في جبل بروكن في ألمانيا، لذلك حملت نفس الاسم. وفي ناحية أخرى من العالم
تندفع كرات نارية مسرعة من نهر ميكونغ في تايلاند وتختفي على ارتفاع عشرات الأمتار. ويفسر العلماء هذه الظاهرة بأنها انفجار للغازات المحبوسة تحت النهر. وهناك مهرجان مخصص لها في شهر أكتوبر من كل عام. إذا أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة. شكرا لمتابعتكم.